أو تمام. طيب خلينا نكريت ملف باش هنا. نفتح فيجوال ستوديو كود. طيب خلينا نكريت فايل اسمه الكتشر مثلا 3 داش واحد مثلا دوت اس اتش، وخلينا نديله اكسكيوتابل. كده احنا عملنا فايل لولاد في اكسكيوتابل. كنا امبارح اتكلمنا نعمل ميرج كلاين، كنا امبارح اتكلمنا عن الكنترول فلو، وقلنا ان احنا ازاي نستخدم الاف كونديشن. في معظم لغات البرمجة يا اولاد بيكون في حاجة اسمها سويتش، بس احنا ما عندناش بقى سويتش، عندنا حاجة بديلة ليها اسمها كيس. فانا دلوقتي عايز استخدم حاجة برضك بديلة للاف، او يعني نستخدمها ان هي تعمل كنترول فلو زي الاف، اسمها كيس. طبعا الكيس بتحقق الايكواليتي فقط. فانا ممكن اعمل كده يا ولاد، مثلا ريد داش بي، قلنا ريد دي بتاخد انبوت من اليوزر صح، اقول له انتر يور نيم. اقول له انتر يور اوبريتنج سيستم، واكتب دي، وهخزنها في فاريبل اسمه ديست. ممكن اجي بقى اعمل كيس دولار ساين ديست ان، واقفل الكيس يا ولاد بعكس الكلمة. فأنا فاتح الكيس بكيس وقافلها بإيزاك، وبعد كده هعمل هنا الكونديشن الأولاني أو الفاليو الأولانية، بعد كده تي سيمي كولون، بعد كده الفاليو الأولانية، بعد كده تي سيمي كولون، بعد كده الفاليو التالتة، بعد كده تي سيمي كولون. طيب هقول له لو كان اليوزر دخل في الديست لينكس، لو كان دخل ويندوز، ولو دخل أستريك يعني أي حاجة تاني غير اللينكس والويندوز دي بنسميها الديفولت. لو كان دخل لينكس هنعمل ايكو، هنقول يو ار جود بيرسون صح ولا لأ؟ ده شخص جيد. لو كان الديستريبيوشن بتاعته ويندوز هنروح نقول له ايه؟ انت شخص مش جيد. هنعمل ايكو مثلا هنا، مثلا ده تمام كده يا أولاد. ثواني يا أولاد، لسه ألو، سامع. طيب فجأة كده حاسسكم نايمين. طيب احنا قلنا السكريبت ده هيدخل يدخل الاوبريتنج سيستم، لو قلت له ويندوز كتبت ويندوز غلط، قال لي انت مش شخص جيد. اول ما اقول له لينكس هيقول لي انت شخص جيد، لو قلت له ماك مثلا هيقول لي الدفل. فكده حققنا فكرة البرانشنج
ان احنا مجموعة من الكود هي اللي هو اللي يتنفذ، يعني الكود ده يتنفذ او الكود ده يتنفذ او الكود ده يتنفذ على اساس الانبوت اللي جاي في الديست، صح كده يا ولاد؟ طبعا احنا ممكن نيجي نعمل هنا كده نفس الريجكس اللي احنا عملناه امبارح كده. صح كده يا اولاد؟ كده لو دخلت لينكس كلها كابتن هيقول لي يو ار جود بيرسون. طيب ممكن اعمل كده تاني يا اولاد، ممكن اقول له لو سمحت دخل نمبر انتر نمبر واقول له الكيس لو النم ممكن اعمل كده ولا هنشوف كده اشتغل ولا لا. طيب كده عملت يا اولاد، كده قلت له لو سمحت دخل رقم، قلت له هل النم ده هو من 0 ل 9 او 10؟ لو من 0 ل 9 يا اولاد او 10 هيخش في الاوتبوت ده، صح كده ولا لا؟ يا اولاد فاحنا كنا ممكن ناخد الاوتبوت، ممكن ناخد الاوتبوت اللي فات ده ونبقى عنصريين اكتر ما احنا عنصريين ونيجي نعمل له لينكس ده او هنا ماك. فلو دخل لينكس او ماك يقول له يو ار جود بيرسون، لو دخل ويندوز يقول له يو ار نوت ايه نوت جود نوت جود، صح كده؟ الله ينور. وصلت كده أولادنا، فدي الأور دي هنا معناها أو. حد كده متضايق لغاية هنا؟ تمام. زي الفل. تعالى بقى نكبر الموضوع سيكا. افرض دلوقتي عايزين نتأكد من الانبوت اللي احنا مدخلينه هو بيكون من حروف ولا بيكون من أرقام ولا بيكون من حروف كابيتال ولا سمول ولا ايه، ماشي؟ فهتقول لي سهلة يا باشمهندس مينا، هتقول لي إن أنا دلوقتي هاخد مثلا بكوماند ريد مثلا أقول له إنتر إنبوت، صح كده؟ بخزن الفرب بخزنه في إنبوت مثلا وهعمل كيس على قيمة الإنبوت دي، أقول له هل قيمة الإنبوت هي فاليو في الحاجات الآتية، واقفل الكيس بتاعتي هقول له لو كانت قيمة الانبوت بتاعتي من A ل Z small او من A ل Z capital او من 0 ل 9
وهنا الديفولت مثلا. وتعالى لازم يا اولاد بين كل كيس والتانية نعمل تو سيمي كولن. ها هنا هنطبع مثلا لور كيس او سمول كيس اي كان، يعني دي الحروف السمول، دي ابر. دي ارقام. تعال نجرب كده اولادنا، كده لو دخلنا ايه اللي اسمه كيس، لو دخلنا ايه كابيتال اللي ابر كيس، لو دخلنا رقم هيقول لي نمبر. حد كده متضايق يا اولاد؟ تعال بس نعمل الديفولت طيب. افرض دلوقتي يا اولاد انا رحت دخلت كلمة مينا أو مينا كلها سمولة، يعني راح لفين يا ولاد؟ راح للديفولت. راح للديفولت صح؟ طيب زي الفل، راح للديفولت. ليه بقى راح للديفولت؟ لأن يا ولاد هو الوان، هو وان سكوير ده بتشك على ايه؟ على وان كاركتر صح؟ ومينا دي بتتكون من كم كاركتر؟ أربعة يعني أكتر من واحد صح؟ تمام. فأنا كده عايز أخد الريشكس ده يا أولاد أخليه يكرر صح؟ بعدد تكرار لا نهائي، عشان أنا مش عارف هو اليوزر هيدخل لي الكلمة بتتكون من كم حرف صح كده ولا لأ؟ بالظبط. طيب أول بس مشكلة ممكن تظهر لنا هنا يا أولاد وأنت بتجرب على التيرمينال دي، لو انت دوست اي سمول او اي كابيتال ودخلك في السمول كيس، تعرف ان التيرمينال بتاعتك مش عارفه تفرق ما بين السمول والكابيتال، فلازم تستخدم فاريبل فوق كده يا اولاد اسمه ال سي كوليت، تحطه بسي كاب. حلو كده يا اولاد؟ يبقى عشان ما يظهرلكش مشكله زي كده تحمي نفسك من الاول، لازم تعرف الفاريبل ده علشان تخلي التيرمينال كيس سينستيف لو هي مش كيس سينستيف. حلو كده يا اولاد؟ يعني ده كده يا باشمهندس يخليها كيس سينستيف. هي غالبا باي ديفولت مش هتعمل لك مشكله، بس احتياطي لا لو عملت لك مشكله فالاحسن ان انت تحط الفاريبل ده عشان تخليه بروتابل، يعني يشتغل على اي حاجه. يعني ده بيبقى على الكلمة كلها ولا بيبقى على أول حرف بس؟ يعني على أول حرف ولا على الكلمة كلها؟ لا هو كده هيفرق بين، يعني هو كده هيفرق بين الحروف السمول والحروف الكابيتال عموما. هو حتى لو أنت دلوقتي دخلت إم سمول وإم كابيتال هي كده مفرقهم، لو دخلت كلمة مينا مش هيعرف، هيقول لها دي الديفولت. الفكرة بس أنا بقول لك لو افرض أنت دخلت إم سمول وإم كابيتال والاتنين ادوك سمول كيس، تمام. ولو الاثنين ادولك سمول كيس تعرف ان في مشكله، ان لازم تعمل سي ال سي كوليت. وصلت؟ طب تعالى بقى نشوف مشكله بقى مينا دي ليه دخلت في الديفولت. فزي ما قلت لكم ان مشكله مينا عشان دخلت في الديفولت لان مينا بتتكون من اكتر من كاركتر، والريجكس ده او الميتا او الوايلد كارد دي بتتشيك على وان كاركتر فقط صح كده ولا لا؟ فانا عايز اقرر ايه الريجكس ده او الميتا كاركتر دي او الوصول او الوايت كارد ده اكتر من مره بعدد لا نهائي، لان انا مش عارف اليوزر عايز يكرر هيدخل كم كلمه كم حرف. طيب فقال لك في بقى حاجه اسمها سب باترنز، الكويستشن مارك وتكتب الباترن بتاعك هيماتش 1 او 0 من التكرار، الاستريك 0 او اكتر من التكرار، الات وانس تكرار واحد، البلس وان او اكتر من مرة من التكرار، العلامة التعجب ولا مرة من التكرار. تفتكروا احنا عايزين نستخدم ايه يا اولاد عشان نعمل اكتر من تكرار؟ نستخدم البلس ولا الات ولا الاستريك ولا كويستشن مارك ولا علامة التعجب؟ أستريك. في حد قال بلس وفي حد قال حاجة تانية.
الاستريك. الاستريك فيها مشكله انه بيماتش زيرو يا اولاد، يعني حتى لو انا ما دخلتش الكلمه دي هيماتشها، فاهم قصدي؟ انما عشان انا ماتش التكرار على الاقل مره هعمل بلس. ممكن ما تكونش فاهمني قوي، خلينا نجرب طيب البلس وهقول لك، او خلينا نجرب الاستريك. ريجولار اكسبريشن. تعال نجرب طب الاستريك الاول، تعال نجرب الاستريك زي ما الناس قالت، بعد كده نرجع نجرب البلس زي ما حد من البشمهندسين قال. هعمل يا اولاد استريك، حل كده هو يا اولاد، وهاجي اجرب. اول ما هاجي اجرب ده الاقي البتاع ضرب في وشي. ليه؟ لان انت استخدمت ريجكس سب ريجكس كده، فانت لازم الاول تكتب فيه كوماند فوق كده، لازم تكتبه. هتكتب شوب داش اس اكس تي جلو، ده ليه؟ علشان ينيبل السب باتر. حلو كده اولاد، تعال نجرب كده اولاد. اول ما هكتب كلمه مينا هنلاقي قال لي ان هي سمول كيس فعلا، صح؟ لو كتبت مينا كلها كابيتال هيقول لي ابر كيس فعلا، لو كتبت اكتر من رقم هيقول لي انه كلهم رقم، صح كده؟ انبسطنا احنا، صح؟ بس بص كده اولاد، لو انا ما اديتلوش انبوت اصلا راح فين؟ السمول كيس او لا؟ ليه؟ لان دي بتماتش يا اولاد، بتماتش زيرو، صح؟ صح كده اولادنا. فانا الاحسن ان انا اخلي بدل الاستريك دي احط بلس. ساعتها يا اولاد لو عملت كده وكتبت كلمه مينا هيقول سمول كيس، ولو رحت دوست انتر هيروح للديفولت، لان دي بتماتش مره من التكرار او عدد مرات من التكرار، ده مره من التكرار او عدد مرات من التكرار، ده مره من التكرار او عدد مره من التكرار، وده بيماتش اني سينج، صح كده ولا لا؟ حتى الزيرو، صح كده ولا لا يا اولاد؟ تمام، كلام جميل. طب لو قلبت البلس دي يا اولاد وخليتها ات، يبقى انا ما عملتش حاجه. ريما العدسه القديمه، كتبت مينا هيخش في الديفولت، لو كتبت ام سمول هيخش في السمول كيس، لان الات يا اولاد هو كاتب لك بتماتش كم مره. 1 من التكرار، صح كده؟ فطبعا ايه، ريما العدسه القديمه ما عملناش حاجه، فلازم هنا بلس يا اولاد. حلو كده، حد كده متضايق يا اولاد؟ هندسة الاثنين كوماندز اللي كتبناهم فوق دي، دول دول ليهم علاقة بالترمينال، او كده كده في ترمينال هنا بيتفتح. مش احنا قلنا انه اي ده. صح، مش احنا قلنا ان اي فايل بيترن لازم يترن في ترمينال، سواء هترنه في نفس الترمينال اللي انت بتشغله فيها او ترمينال تشايلد منك، صح كده ولا لا؟ فاهم قصدي؟ طيب حد كده ما فهمش السب باترنز يا اولاد؟ طبعا احنا بقى ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا. ايه بقى؟ ممكن نعمل شويه ميكسد بقى يا اولاد، ناخد الكلام ده ونعمل كده. لو كان الكلام ده عباره عن اي سمول لزد سمول، او من اي زد من اي كابيتال لزد كابيتال، ولو كان من اي سمول لزد سمول او من 0 ل 9، فده نقول له ميكسد كاركتر. وده هنقول له ميكسد كاركتر ويز نمبر. صح كده يا اولاد؟ يعني لو كتبنا كلمه مينا كده سمول
لو كتبنا مينا فيها سمول وكابيتال هيقول لي ميكسد كاركتر، لو كتبنا مينا فيها ارقام هيقول لي ميكسد كاركتر ويز نمبر. صح كده يا اولاد؟ بس نخلي بالنا ان الترتيب هيفرق، يعني انا ما ينفعش يا اولاد اخلي الترتيب ده كده ايه فوق، صح؟ ليه؟ لان كده هيخش على طول في الميكسد كاركتر لو انا اديته اي كلام سمول، صح؟ لان بيقول له هنا لو اديته سمول او اديته كابيتال، صح؟ فانا عشان كده لازم اخلي الكونديشن ده تحت، علشان لما ما يعديش، لما يعدي من السمول معنى كده ان هو مش سمول بس، معنى كده ان هو سمول او كابيتال. وصل كده اولادنا؟ فالترتيب يفرق يا اولاد، فاهميني ولا اشرحها تاني؟ مهمه الحته دي. تاني لازم اشيك. تاني. طيب تاني، تعال نحط دي في الاول يا باشا. حلو كده، حطينا كده ان ايه من اي زد سمول او من اي زد الكابيتال. لو انت رنيت كده يا هندسه وكتبت كلمه مينا كلها سمول هيقول لك ميكسد كاركتر. ليه؟ لان الكلمه هنا حققت الريجكس ده، الكلمه هنا كلها سمول، وهو بيقول لك لو كلها سمول او فيها كابيتال خش ميكسد كاركتر او. صح كده ولا لا؟ مفيش حاجه هنا تعمل اند، صح؟ اللي احنا شايفينه دلوقتي مفيش حاجه بتعمل اند. فانا انت دلوقتي لا لما بدلت هنا الترتيب بتاع الكونديشن اختلف. فانت الاول لازم تحط الكلام ده بعد الاي زد سمول والاي زد كابيتال. ليه؟ لان انت كده لما تكتب الكلمه فيها سمول وكابيتال يا اولاد هتروح سائل نفسك سؤال، هل هي انت كده بتقول هل كلها سمول؟ لا. هل كلها كابيتال؟ لا. هل كلها ارقام؟ لا. تبتدي بقى تخش هنا للميكس، هل كلها سمول او كلها كابيتال او فيها سمول او فيها كابيتال؟ فيبقى ميكسد كاركتر. وصلت كده يا اولاد؟ بس لازم ابقى بعد ما عديت الريجكس ده وقلت ان هو لا. وصلت كده يا اولادنا؟ فهمتوا ان الترتيب هنا ليه فرق؟ هيا اولادنا اللي كان بيقول تاني. طيب زي الفل، تعال بقى نعمل حاجه لطيفه. لما بقول لكم ان الداتا ان البروجكت بتاعكم هتعملوا فيه داتابيس، هتكريتوا داتابيس، فانت اول حاجه هتاخد منه اسم الداتابيس، صح كده ولا لا؟ طيب طبعا انا بديكوا هنا احنا يعني احنا انا مش محضر الكلام ده ولا يعني ايه، يعني مش هديكوا احسن حل، فاهمين قصدي؟ احنا بنشرح مع بعض كده وباللي بيجي فكره لينا. فجات فكره في بالي دلوقتي ان انا مثلا هقول له دخل اسم الداتابيس، وهاجي اعمل كيس على اسم الداتابيس على قيمة اسم الداتابيز، وهقول له لو اسم الداتابيز يا ولاد يكون من AZ أو من AZ capital أو number من 0 ل 9 صح كده يا ولاد؟ يبقى ده valid، ولو دخل اي حاجة تاني يبقى error. طبعا احنا ممكن نحط في اخر حاجة في الديفولت تو سيمي كولوم او لا براحتكم، بس لازم كل كيس تتحط فيها سيمي كولوم يا ولاد. هنقول له ده valid data بزني. طيب تعال نجرب كده يا اولاد، لو دخلت له مثلا اسم الداتابيس اي تي اي هيقول لي valid اسم الداتابيس اي تي اي 2 valid اسم الداتابيس. طب لو دخلت له اي تي اي وكتبت له مثلا اند قال لي ايرور داتابيس نيم. ليه؟ لان انا كده دخلت له ريجكس يا اولاد، صح كده ولا لا؟ سوري دخلت له سبيشال كاركتر، صح؟ طب لو دخلت له دوت اي تي اي
الايرور داتابيز صح كده ولا يا اولاد؟ بس في بقى مشكله في اللي انا عامله ده دلوقتي. طالما دخلنا في الحته دي تعالى نعملها بسرعه. انا ممكن اعمل له كده 3 اي تي اي، هل ينفع اسم الداتابيز يا اولاد يبدا برقم؟ لا يا هندسه صح. طب نحلها ازاي دلوقتي؟ الكونديشن ده ما بتحكش ما بيتشكش على البدايات والكلام ده، هو بيتشك هو بيحتوي على كلام كلام او كلام سمول او كلام كابيتال او ارقام. فاحنا ممكن نعمل حاجه كده، طبعا يعني مش احسن حل دلوقتي بس حاجه هتحل لنا المشكله برضك. احنا ممكن نعمل اف كونديشن ونسال الاول، اصلا هنقول هل قيمه النيم بت ايكوال من 0 ل 9 استريك. معلش ثانيه يا اولاد انا اسف. الو ايوه يا اولاد معلش. فاحنا كده بنقول له ايه يا اولاد؟ بقول له هل النيم بدا من الزيرو لتسعة بعد كده اي حاجه تاني؟ بتشك بس على مجرد البدايه يا اولاد صح كده يا اولادنا؟ طيب معايا يا اولاد؟ انا مش مهم. طيب فلو بدأ من 0 ل 9 يبقى الاسم ده صحيح ولا لا؟ هقول له لا صح. طبعا انا عشان اعمل كده ممكن اعمل دولار سيمي كولوم زين صح كده. بعد كده هعمل هنا ايلس. طيب فهقول له ايكو ان ده كان النيم ريستارت بنمبر صح كده ولا لا؟ ما ينفعش يبدأ بنمبر صح كده يا ولادنا؟ طيب إلس بقى لو هو ما كانش بيبدأ برقم هيخش عادي في الكيس بتاعتي. وصل كده يا ولادنا؟ أنا مش مهندس ما ينفعش أعمل اللي هي العلامة اللي هي أكبر من بس المقلوب اللي هي بتبقى فوق 6.
ستة إيه ستة يعني يعني إيه ستة؟ اللي هي دي كده؟ اللي هي الكاب؟ تمام. فأنت عايز تقول إن هي هنا كاب؟ ماشي، بس ده فرق بين الريجكس والوايلد كارد. والوايلد كارد، الوايلد كارد احنا اتفقنا الاستريك والكويستشن مارك والسكوير براكت، اي حاجه تاني هيبقوا ريجكس. وصلت؟ في فرق بسيط ما بين الوايلد كارد والريجكس. ينفع تستخدم اللي انت عايز تستخدمه من الريجكس، ولكن مش هتتشك عليه بكونديشن الايكوال. هتضطر بقى تستخدم معاه وانت بتتشك مع بالريجكس، هتستخدم الايكوال علامه الدلتا. وصلت؟ طبعا انا اقصد يعني لو حطيناه مكان البلس، خلينا البلس هي اللي في الاخر، بحيث ان انا اقول له مثلا لازم يبدا بحاجه من دول ولا ينفعش. ما اعتقدش ان هي جوه الكيسز بتشتغل، ما اعتقدش، ما جربتش، بس ما اعتقدش ان هي جوه الكيسز. هل مش عارف هل ممكن نفعل حاجه هنا تبقى بتشغل الكلام ده جوه الكيسز، بس ما اعتقدش. فاهم قصدي؟ طبعا انت او انت اصلا كده، لو انت بتفكر في كده، لو انت بتفكر في كده، هنرجع نقول تاني يا اولاد انه انا ينفع اعمل اي ريجكس عندي جوه الاف هنا. يعني مثلا اخذته اباتشي ولا لسه؟ لسه. طيب المشكله ان الريجكس ده اولاد توبيك كبير جدا، يعني ده كورس لوحده. بس خلينا نبص كده بسرعه. انا الحكايه في البدايه يجب ان انوه وسانوه اكثر من مره ان الكلام بص كده يا ولاد، انا مثلا ده ريجكس يا ولاد، بتشك اللي انا مدخله ده ايميل ولا لا. فاهمين قصدي يا ولاد؟ فده ريجكس جاهز اهو، بيتشك عندي هو اللي انا مدخله ده ايميل ولا لا. يعني انا مثلا لو شلت الات يا ولاد هيقول لي نو ماتش، صح كده ولا لا؟ لازم ابقى بيبقى الكونسترين بتاعي هنا مثلا اي كلام بقى، مثلا مين انا اجي @gmail.com مثلا، واحد ماتش اهي، فانت كده ماتش الكلام ده. طب لو شلت الدوت دي مثلا هيقول لي نو ماتش، لان اي ايميل يا اولاد لازم يتكون من كلام فيه ارقام او اي حاجه، وبعد كده ات، وبعد كده الدومين، بعد كده الدوت كوم، صح؟ لو انا عملت مثلا انه يبدا بثلاثه، لو بيبدا انا اعتقد ان مفيش ايميل يا اولاد بيبدا برقم، صح؟ على ما يعني ما اعرفش معلومه متاكد منها ولا لا، بس برضه كده الريجكس ده هنا في مشكله انه لسه ماتش، صح كده ولا لا؟ مش عارف هل في ايميل بيبدا برقم ولا لا، بس ده الفكره يعني. فانت بتدور على حاجه اللي انت عايز تماتشها، وبتجيب الريجكس بتاعها وتحطها جوه الاف كونديشن وتتشك بيها براحتك. يعني اللي انا عامله ده دلوقتي يا اولاد، اللي انا عامله ده دلوقتي ممكن نعمله كله بإف كونديشن واحده، بإف كونديشن واحده، وناخد بقى ازاي نتشيك ان احنا نبقى ما بنبداش بارقام، وازاي يكون الكلام بتاعي ما فيهوش اي سبيشال كاركتر. فدور على ريجكت بيعمل كده، واخد بالك، واحطه جوه الاف كونديشن هنا وخلاص، ويبقى كده خلصت. ولكن احنا بنتحايل بس على الموضوع، لان احنا لسه ما اخدناش الريجكس يعني. وصلت؟ يعني بالريجكس اللي حضرتك عملتها دي تنفع، صح كده؟ بالكونسبت الريجكس ينفع، بالكونسبت، بس طبعا مش هتبقى هي دي بقى، لان دي ده ريجكس فور ايميل بقى. لا تمام فاهم، بتختلف. احنا كنا بنستخدمها في الجافا سكريبت عشان لما يس. نيجي تشيك على ايميل. كلامكم مظبوط كده، ما انا عشان كده رحت جبت لكم دي، يعني جبت دي بالذات علشان يبقى انتوا شفتوها في الفكره بتاعه التكست اريا او التكست فيلد بتاع الايميل تشيك، يعني ممكن زي الفل.
ولكن برضك يا اولاد يعني نصيحتي ليكوا بلاش تبصمجوا الريجكس، يعني بلاش، يعني بلاش يبقى كل معاملتي مع الريجكس ان انا اجوجل ات اجيب الريجكس احطه اجربه شغال، فاهم؟ يعني الريجكس ده كورس لوحده يا اولاد، يعني تتفرج على بلاي ليست فور ريجكس، يعني وصلت؟ طيب معايا كده اولاد؟ نجرب الكلام اللي احنا عملناه، ايه رايكم؟ طيب لو دخلنا اسم داتابيس مثلا وليكن 3 اي تي اي، هيقول لي كانت النيم ستارت بنمبر كده ب 100 يا اولاد. طب اي تي اي 3 هيقول لي فاليد عادي. مثلا اي تي اي سبيس مينا بقى، لو حطينا سبيس يا اولاد تفتكروا اللي هيحصل؟ كده يضرب الايرور داتابيس نيم، صح؟ ليه؟ لان احنا مش حاطين السبيس هنا، صح كده ولا لا؟ طيب لو احنا عملنا كده اي تو اي اندرسكور مينا، قال لي برضك ايرور داتابيس نيم، فاحنا عايزين نحط الاندرسكور. حلو كده يا اولاد؟ لو انا عملت اي تو اي اندرسكور مينا هيقول لي فاليد عادي، ولكن لو عملت له مثلا اي تو اي داش مينا هيقول لك ايرور. اي تو اي سبيس مينا هيقول لك ايرور، وقلت له دولار ساين مينا، اي اسم يا اولاد مش هيحتوي على اللي احنا كاتبينه ده هيضرب ايرور. اعتقد كده ان الانبوت فاليد، ماشي؟ مش عارف بقى حد لو نخبر ورانا بعد ما انا اخلص يبقى هيكتشف ايرورز ولا لا، ولكن اعتقد كده لغايه دلوقتي تيست كيسز اللي احنا عملناها فاليد. خلي بالك انا بعمل تيست كيسز في دقيقه ونص، ولكن انت في البروجكت انا ههري تيست كيسز لان انت معك اسبوع بتست البروجكت. ماشي كده يا اولاد؟ طيب في فكره لطيفه، اتفضل. البروجكت هيبقى جروب ولا هيبقى كل واحد لوحده؟ اتنينات ماكسيمم، اتنين. ماشي ما تقلقش، انت النهارده هتاخد افكار يعني شبيهه بالبروجكت، فانت النهارده المفروض دماغك تتفكر، يعني دماغك تكبر في الباش وتشوف التولز اللي احنا هنستخدمها. احنا لغايه دلوقتي شايفين ان الموضوع is very simple. يعني انا مش شايف ان الدنيا صعبه للدرجه. ما مش صعبه، اللغه سهله يعني محدوده شويه بس والله مش قوي بس يعني ده الباش كبير جدا، يعني ده الباش فيه فيرجنز كتير، يعني تطوير يعني بيطوروا فيه كتير جدا، يعني انت هتلاقي كمان في طرق كتيره مختلفه في طريقه الكتابه. يعني عشان كده بقول لكم بس امشوا على اللي احنا بناخده في الكورسز، يعني ما بلاش تشات جي بي تي كتير قوي، علشان لو انت مش فاهم اللي انت عامله هيبقى يعني موضوع صعب. يعني هو مثلا مفيش اللي هو مفيش string method الكلام ده، انا بشتغل بالريجكت. لا اعتقد، لا ما احنا اتفقنا ان في حاجات مثلا جوه الاوك، مثلا مش فاكر انا قلت لكم ان جوه الاوك يبقى دور على حاجه زي الجي سب. لا هتلاقي جوه التولز، هتلاقي جوه التولز حاجات يعني ماشي زي الفل. يعني تلاقوش يعني الموضوع النهارده يعني هي 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 هيمشي مع دماغكم، هتحسوا ان الموضوع بسيط شويه، وهقول لكم على ايه الحاجات اللي هتبقى فيها تقل شويه، ودي طبعا هسيبكم انتوا تفكروا فيها يعني. ولكن برضك انا مديكم الفيديو اللي هو بيشرح ازاي تفكر اصلا، وده صدقني هيفيدك جدا. يعني من فيدباك الطلبه ان الفيديو ده كان لطيف يعني، فاهم؟ هيبقى بس كل اللي عليك الامبلمنتيشن، وانت بعد ما هتخلص البروجكت ده هتستفاد كتير، يعني هتحس ان انت عملت حاجة محترمة، حاجة تبان للوهلة الاولى ان هي صعبة، ولكن انت لما قسمتها ومشيت فيها حسيت ان هي سهلة، بس عملت حاجة محترمة، عملت بروجكت يعني. حس ان الموضوع فيري سيمبل، يعني زي ما قلت لكم واحنا بنشرح الجيت يا اولاد، انتوا يعني اللي بص للجيت ده يفتكر هيروغليفي،
ولكن بمنتهى البساطة احنا قلنا الجيت هو عبارة عن ايه؟ فولدر، فولدر صغير محدود بيبدأ بالدوت، دوت جيت، دوت جيت يعني كده عملت ريبو، وابتدى هو يعمل فيري سيمبل اركتكتشر، فيري سيمبل فايلز. انت هتعمل برضك داتابيز انشن، داتابيز يعني شبه كامله بفكره الفيري سيمبل فايلز والحاجات دي، يعني كانك بتفكر زي الجيت بالظبط. فالموضوع صدقني يعني هيبقى فيه متعه يعني. طيب في 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 هنا بس ويك بوينت ممكن ناخدها على الكود ده. ايه هو الويك بوينت؟ ان احنا عايزين إن لما ندخل اسم الداتابيز يا اولاد يقبل السبيس، يقبل السبيس بس ما يسيبهاش سبيس. ليه ما يسيبهاش سبيس؟ لان انا لو انا عايز قلت بالنسبه لي الداتابيز يا اولاد هي فولدر، لو انا قلت بالنسبه لي الداتابيز هي فولدر، فانا دلوقتي يا اولاد لما هاجي اقول ميك داير اي تو اي وليكن مثلا سبيس تيست مثلا ودست انتر، لو انا مدخل اسم الداتابيز اولاد كده هل ده فاليد ولا ده هيكريت تو فولدر اي تو اي بتيست؟ فولدر تو فولدر صح. فانا عايز، لا انا عايز ان انا اخد الاسم حتى لو انا هاخده من الانبوت يا اولاد بسبيس، ما خلوش بسبيس، هشيل السبيس واحطها ب سلاش مثلا. فكان في حاجه واخدينها في ادمن ولا لو تفتكروا التار، فاكرين التار لو احنا عملنا ايكو معلش يا اولاد انا اسف، معلش انا اسف بس في حاجه في العاصمه. الو ايوه هندسه في 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 مكتب باشمهندس شريف. معلش يا ولاد انا اسف، معايا يا ولاد كده؟ اه تمام. معلش انا اسف. طيب فاكرين التار يا ولاد لو كنا ادينا له مثلا كلمه مثلا مينا وقلنا له طار شيل مين اشيل ايه وحط اس مثلا، فكان بيطلع مينز مثلا، صح كده؟ ايه رايكم نعمل حاجه شبه كده؟ برضك ارجع واقول لكم يا اولاد احنا يعني ايه، احنا هنا بنلصم بالحاجات اللي احنا عارفينها ويعني ايه بالمعلومات البسيطه اللي احنا واخدينها. فايه رايكم ان احنا هناخد الفاربل اللي اسمه نيم ده وهنقول ايكو علامه الدولار نيم واعمل له هنا بايب لاين تار لو حوش كل سبيس واحط بدلها اندرسكور، صح كده يا اولاد؟ بس احنا اتفقنا هو ده اوبوت ده كوماند ولا ده ايه يا اولاد؟ ايه اللي حاضر براحتكم كده اشيل الاي سبيس وهيحط اندر سكور، صح؟ بس السؤال بقى هنا يا اولاد هو ده كوماند ولا ده ايه اللي انا كتبته اللي معلم عليه بالازرق؟ اه كوماند. حلو، احنا اتفقنا ان احنا لو عايزين ناخد اوتبوت الكوماند ونحطه في فاريبل ايه بقى بنعمل ايه؟ فاكرين امبارح كنا اتكلمنا عنها، نعمل علامه اكبر من كده ونحط فاريبل. لا كنا بنعمل باكتك، باكتك يا اولاد باكتك او دولار ساين كوسين. حلو كده يا اولاد. يبقى انا لو عايز اخد اوبوت كوماند واحطه في فاريبل يبقى بكتب اسم الفاريبل يا اولاد وهنا الكوماند
او باك تيك وهنا الكوماند. وصل كده ولاد؟ وهنشوفها تاني في الفور تاني يا ولاد، هنشوفها كمان شوية. حلو كده ولاد؟ يبقى احنا اخدناه وحطناه في الباك تيك زي الفل كده ولادنا. تعال بقى نجرب كده. سطر 80 هو ليه ضرب في سطر 80 يا ولاد؟ ماشي عشان نعمله على سطرين وخلاص احسن عشان تبقى باينه. تعالوا نرن كده يا ولاد. دلوقتي انا دخلت اي تي اي سبيس نينا مثلا، هيقول لي valid name database name. لو احنا عايزين نتاكد بس ان النيم بقى ازاي، فاحنا ممكن نقول له تو كولوم هنا ونقول له اريد لي النيم. متخيلين يا ولاد لما هيريد لي النيم هيقول لي ايه؟ هاي يا ولاد هنا underscore ITI ده الاسم الحقيقي يا ولاد صح كده؟ ده الاسم اللي انت هتخزن بيه الفولدر صح كده ولا لا؟ تمام هو ده اللي انا هشتغل عليه. طيب لو عملنا مينا ثلاثة بس نتأكد ان احنا الدنيا تمام. valid اسم database هنا underscore ITI valid برضك ال database ثلاثة مينا can't start with number كده الدنيا زي الفل كده. اعتقد كده احنا خلصنا الكيسز بكل تفاصيلها يعني. يبقى احنا بدأنا الكيس يا اولاد بفيري سيمبل اركيتكتشر، بعد كده بدأنا شوية ريشكس، بعد كده خدنا كونسبت الاور فيها الاور بالطريقة دي كلمة اور كلمة او من 0 ل 9 او 10. طيب حد ليه يا اولاد يقول لي انا ليه عملت هنا اور 10؟ عشان ارجع بقول تاني يا ولاد، هو السكوير براكت ده بيتشك على كام كاركتر؟ ها يا ولاد واحد بس. واحد بس صح؟ فانا عايز والعشرة دي كام كاركتر؟ واحد. لا العشرة دي تو كاركتر صح كده ولا لا؟ واحد وزير صح كده ولا لا؟ ها يا ولاد. طب افرض انا عملت كده يا اولاد، مين شاطر؟ مين شاطر يقول لي، يبقى يقول لي دي كده معناها ايه؟ كده انا بقول له انا عايز اي حاجه من 0 ل 9 او من 10 ل 90 صح؟ يعني 10 او 20 او 30 او 40 او 50 او 60 او 70 او 80 او 90 صح كده يا اولاد؟ ها هل كلمة مثلا 12 تحقق ريجكس ده؟ لا. طب 30 تحقق ريجكس ده؟ ايوه بس هو ازاي من 10 ل 90 او شوت؟ اهو يا حبيبي، ما انا عندي 10 0 اهو، وعندي ريجكس الثاني من 1 ل 9 يعني. عشان ماشي تعالى بص يا حبيبي، فاكر في ادمن 1 لينا المقدار بسرعه كده، وليكن فولدر اسمه تيست مينا مثلا، ونخش جوه تيست مينا ده وتعالى نعمل تاتش فايل 10 فايل 11 مثلا فايل 20 فايل 30 ونيجي نعمل ls كده. لو احنا عملنا ls هندسه وجينا عملنا له كده استريك اي حاجه بتنتهي من 0 ل 9 وهنا 0، فايه اللي هيحصل؟ هيشيل من 0 ل 9 دي هندسه ويحط يا 0 0 يا 1 0 يا 1 يا 2 0 يا 3 0 يا 4 0 يا 5 0 يا 6 0 يا 9 0 وهكذا صح؟ فجاب لك 10 20 30. هل جاب 11؟ لا فهمتني؟
تمام، يعني لا هو ما بياخد اول رقم ومعاه الزيرو اللي هو اللي بيبقى في الاخر ده، او اه الرقم اللي بيبقى بره. طيب، فانا هنا عشان اتاكد ان انت فهمتني، اللي انا معلم عليه بالازرق دلوقتي ده كده كام كاركتر؟ دول اتنين، هيبقى حلو. الواحد والزيرو اللي بره. لا ما لا هو مش واحد وزيرو، هو دلوقتي عندنا من واحد لتسعة وزيرو، صح كده ولا لا؟ تمام صح كده؟ طيب تمام تاني رقم دايما هيبقى ايه؟ تاني رقم دايما هيبقى ايه؟ زيرو، زيرو، صح كده؟ وأول رقم هيكون ايه؟ واحد لتسعة. من واحد لتسعة، فكده واحد زيرو هيفاليد، اتنين زيرو هيفاليد، تلاتة زيرو هيفاليد. طب لو أنا اديتك بقى رقم واحد واحد هيفاليد؟ لأ، لأن أول رقم بواحد وتاني رقم بزيرو، وأنا سوري تاني رقم بواحد، وأنا لازم تاني رقم بالنسبة لي يبقى بزيرو. فهمتوني يا ولاد؟ اه تمام وصلت؟ مفهوم، تمام. زي الفل. فزي ما قلت لكم كده يا ولاد، بدأنا بالكيس بنورمال كيسز، بعد كده كبرناها شوية، بعد كده كبرناها بالريجكس السب ريجكس، بعد كده أخدنا فكرة السب ريجكس دي وبنينا عليها فكرة إن إزاي ندخل اسم داتابيز فاليد، صح كده ولا لأ؟ ما يبقاش فيه أي سبيشال كاركتر وما يبقاش بيبدأ بأرقام. حد كده لغاية دلوقتي عنده مشاكل في الكيسز؟ أعتقد إن إحنا كده دوسنا قوي في الكيسز يعني، أخدناه بكل الإكزامبلز اللي فيها يعني. بأوفرلودد كمان. طيب ممكن نعمل فايل تاني أحسن، حلو، بحيث إن يبقى كل توبيك خاص بيه. ممكن نعمل كتشر ثلاثة هنا ونعمل دي كيس خلاص، كده كده مش هنرنه تاني. وتعالى نعمل فايل تاني ونسميه لكتشر 3 داش لوب، ونتكلم عن لوبينج بقى. حلو كده يا ولاد؟ طيب معلش يا ولاد، انا اسف. لو جينا نتكلم على الكنترول فلو عموما يا ولاد في اي بروجرامنج لانجوج، فعندنا البرانشنج، التفرع، وعندنا اللوبينج، صح؟ التكرار، صح؟ حد مش عارف يعني ايه كنترول فلو؟ كنترول فلو يا ولاد يعني ان انا بيبقى عندي الكود بتاعي ماشي كده، statement الأولانية، statement التانية، statement الثالثة الرابعة الخامسة والستة. فده الطبيعي في أي programming language يا ولاد، إن إحنا بنمشي بالترتيب، صح كده؟ حلو، كلام جميل. فلما بنمشي كده بالترتيب فده بنسميه linear flow، ده الطبيعي من غير اي if condition ومن غير اي branching ومن غير اي حاجة. البرانشنج جه قال لك ايه؟ جه قال لك ان انا عندي statement كده زي 3 و4 دي، لا انا هبتدي يبقى عندي قرار كده في النص هاخده، يا هينفذ لي statement 4 يا هينفذ لي statement 3. هل 3 و4 ينفع يتنفذوا في نفس الوقت يا اولاد ولا مستحيل؟ انا في كونديشن هنا هسأله، لو اجابته بيس او بيس هروح للستيتمنت 4، لو اجابته بنو هروح للستيتمنت 3، صح كده ولا لا؟ فكده مستحيل الستيتمنت 4 والستيتمنت 3 هيتنفذوا مع بعض، صح؟ لان في قرار هاخده في الران تايم، يا هينفذ لي 3 يا هينفذ لي 4، فده اللي بنسميه البرانشنج، التفرع، صح؟ انا كنت ماشي سيكونس فجأة رحت لبرانش ورجعت اكمل تاني سيكونس، صح كده يا ولادنا؟ حد متضايق لغاية هنا؟ اه تمام مش مهم. طيب في برضك نوع تاني من الكنترول فلو بقى، والتكرار. ايه بقى هو التكرار؟ ان انا هاجي هنا برضك عن اساس كونديشن معين،
مثلا وليكن هنا مثلا هعمل ليبل اكس مثلا، وهفضل اجو تو اكس، هفضل اروح لاكس يا اولاد، هفضل اروح لاكس طول ما الكونديشن ده بترو، صح كده؟ فانا على اساس كونديشن معين يا اولاد هفضل اروح ل الستيتمنت 5، فالستيتمنت 5 دي هتتكرر اكتر من مره، والطبيعي الطبيعي ان زمان كنا بنكرر كل ستيتمنت مره بعد كده بخش على الستيتمنت اللي بعديها والستيتمنت اللي بعديها، ولكن هنا التكرار خلاني اكرر اكتر من مره الستيتمنت دي، صح كده ولا لا؟ حد كده متضايق يا اولاد؟ طيب انت في اي في معظم لغات البروجرامينج كان بيبقى عندك حاجه اسمها entry entry looping او entry loop condition و exit loop condition. كان ال entry loop condition هو او ال entry condition looping ده كنت حاجة بتتشك بيها عشان تدخل، زي ال while وال for بتتشك عشان تدخل اللوب اصلا. انما الـ exit condition looping دي كانت حاجة زي الـ do while، انت بتتشك عشان تخرج، صح كده ولا لا اولاد؟ ايه اولادنا؟ وطبعا كنا بنجريت ايه الفرق بين الـ for والـ while، فكنا بنقول ان لو انت عارف عدد اللفات تروح للفور، لو انت مش عارف عدد اللفات تروح للوايل وهكذا. وابتدى يظهر بقى من الفور حاجه اسمها الفور ايتش، وان انت ازاي تيتريت من غير الاندكس، تيتريت بالكي والكلام ده، وابتدى يحصل تطور شويه في الفور يعني، صح كده يا اولادنا؟ شايف بقى كل الهجايص اللي احنا قلناها ده مش موجود في الباش. بقى الباش بقى فيه ايه بقى؟ الباش فيه الآتي، في بعض حاجات من اللانجوج وفي حاجات مش موجوده، مفيش دو وايل اصلا، في وايل وفور اتش يعني، او يعني خلينا نقول فور سي ستايل يعني اللي هو بتلف بالاندكس يعني، وفور بالاتش ستايل اللي هو تلف بالكي يعني، وفي حاجه اسمها انتل، دي جديدة بقى ما مش موجودة في أي لغة برمجة، هتعجبك أوي انتل دي، حاجة كده تجيب الكافية، ماشي كده أولاد؟ حد كده معترض؟ طيب تعال نخش في الفور، علشان أعمل فور بالسي ستايل هعمل كده، هعمل قوسين واقول i بت ايكوال 0 طول ما الاي اقل مثلا من 10، حلو، هعمل i بلس بلس. طيب كنا طبيعي في اي لغه برمجه بنفتح قوسين كده ونكتب البادي، صح؟ والنبي لا، هنعمل هنا دان وهنعمل فوق دو، دول القوسين بتوعنا، حلو كده يا اولاد؟ حد متضايق؟ ونعمل ايكو هنا اولاد للدولار ار. لاحظ ان اي ارثماتيك اوبريشن يا حبايبي لازم دبل كوتيش، سوري تو برنسيز، لازم من تو برنسيز، صح كده؟ ده كونسبت واخدينه في الدائم، سواء كونديشن عايز تعمل ارثماتيك كونديشن او اي ارثماتيك اوبريشنز، اي حاجه فيها تعامل مع الارقام يبقى هتحط تو برنسيز، صح كده اولاد؟ ده اللي بنسميه الفور بالسي ستايل، حلو كده اولاد؟ لو رنيت السكريبت ده، طيب السكريبت ده احنا محتاجين بس نديله سي اتش مود يو بلس اكس، جوه ميوزك عندي يا باشا، اخش على اسمه ايه، بانيس ويف، صح؟
واسم الكتشر 3 داش لوب دوت اس اتش. خلاص وانس ان انا اديته الاكسكيوتابل خلاص هينفع رانه باسمه علشان ده محطوط في الانفايرمنت باث صح كده ولا لا؟ فهنلاقي انه جنريت من 0 ل 9 ارقام صح كده، من 0 ل 9. فاحنا كده عملنا سي ستايل والدنيا جميله وازاي الفل صح. طيب تعالى بقى ناخد فكره السي بالاتش فور اتش، ما حاجه شبه الفور اتش كده. فالفور اتش كان بتعمل ايه؟ كان بتعمل هنا فاريبل صح كده، مثلا وليكن اسمه اكس او كاونت صح كده، وكنا بنقول هنا ان، وبعد كده هنا كنا بنديله ليست صح، ليست او اري او سترينج ايا كان اللي احنا هندوه صح كده، حاجه نعرف ريتريت عليها صح، كنا بنسميها كوليكشن صح كده يا ولاد. طيب فايه رايك انا لو اديته كده 0 سبيس 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حد كده متضايق؟ وهطبع بقى الكاونت. فايه اللي هيحصل اول مره في الفور لوب دي؟ اللي هيحصل ايه؟ ان الزيرو هتبقى في الكاونت فهيطبع 0، بعد كده هيروح للواحد تبقى في الكاونت، بعد كده يطبع 1، اتنين هتبقى في الكاونت، بعد كده يبقى اتنين وهكذا لغايه ما نوصل للتسعه. حد كده متضايق؟ تعالى بس نعمل كومنت لده عشان ما يطلعش معانا الاوتبوت بتاعه. بالمره يا اولاد في طريقه ثانيه للكومنت، في طريقه ثانيه للمالتي كومنت. احنا كنا زمان بنعمل كده صح، عشان نعمل مالتي كومنت كنا بنعمل كده صح كده. في طريقه تانية نعمل كومنت ولكن ما كانتش بتنفع في الاوك. هقول لك ليه ما كانتش بتنفع في الاوك، عشان كده انا ما استخدمتهاش. ان انت تعمل كده كولوم وسنجل كوتيشن وهنا سنجل كوتيشن. طب ليه ما بتنفعش في الاوك؟ لان الاوك جواه سنجل كوتيشن يا اولاد صح، فالطريقه دي ما بتنفعش في الاوك. يبقى كولوم سنجل كوتيشن بعد كده سنجل كوتيشن، ده يعتبر مالتي لاين كومنت. او ان انت تعمل كده كومنت وتعمل هنا كومنت. خلي بالكم بردك يا اولاد، انا عايز اقول لكم على حاجه يعني عشان تكون مش فاهمينها يعني. وانا كنت ممكن اكتب الكومنت دي اي حاجه يعني، انا ممكن اعمل كده هنا مثلا كده علي مثلا، واقفل بعلي عادي. وصلت؟ لو احنا جربنا السكريبت ده مش هنلاقي فيه حاجه، فمش لازم كلمه كومنت يعني. فاهمني يا اولادنا؟ تمام. فدول تو ميثودز ان احنا نعمل مالتي لاين كومنت. حلو، على بالكو يعني الباش بيسبورت مالتي لاين كومنت تقريبا من فيرجن قريبه مش فيرجن بعيده يعني، يعني زمان ما كانش فيه مالتي لاين كومنت اصلا. طيب انت لسه ما خدتوش بايثون صح؟ لا لسه هنعرف برضك انه لما ان شاء الله تيجي له بايثون هتعرف انه بايثون باي ديفولت ما بيسبورش برضك المالتي لاين كومنت. ولكن عملوا ايه؟ عملوا انه في طريقه ان كده كده البايثون مثلا بيبقى بيتحط فيه السترنج يا بين سنجل كوتيشن يا بين دبل كوتيشن يا ولاد. فعملوا انه لو انا عايز اخزن في الفاريبل بتاعي مثلا كلمه هلو مينا مثلا في البايثون، لو انت عايز تخزن يعني عايز تكتب الكلمه دي على اكتر من سطر قال لك بص اعملها كده. فعملوا حاجه اسمها التريبل دبل كوتيشن او التريبل سنجل كوتيشن علشان يخزنوا الفاريبل بتاعي اللي هو السترينج على اكتر من سطر، يعني يبقى في كلام اكتر من سطر زي كأنك عايز تكتب باراجراف يعني. فاهم؟ وصل كده اولادنا؟ فكده البايثون في 3 4 طرق.
يعني تكتب السترينج بينك بين دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن او تريبل دبل كوتيشن او تريبل سنجل كوتيشن. فعملوا ايه بقى؟ فكره لطيفه جدا عشان يعملوا مالتي لاين كومنت. قالوا لك انت لو كتبت كده في البايثون بقى ده بالنسبه له ايه؟ بالنسبه له سترينج فاضي ملوش فاريبل، صح كده ولا لا؟ فبقى كده كومنت. وصلت؟ نفس الكلام في التريبل دبل كوتيشن يا ولد. فكان برضك البايثون يا ولاد مش بيسبورت اصلا المالتي لاين باي ديفولت. وصلت؟ معايا كده اولادنا؟ طيب معاك يا هندس. لو احنا جينا شغلنا الكلام ده هنلاقي 0 1 2 3 4 8 9. بس حد بقى منطقي يقول لي هو انا ان شاء الله هكتبها بايدي؟ هو ده الاوتوميتد تاسك؟ وعملت اقول لنا باش مستحملين السبيسز والكيس سينستيف والقصص دي عشان اكتبها بايدي؟ حد فاكر كنا ممكن نجنريت لستة زي كده ازاي؟ اخدناها يا ولاد، دي بونص. يلا فرصه ما تتعوضش. لو انا عايز اجنريت الليستة دي بايدي بكل براكت يا هندسة. شكرا يا هندسة. مين بقى اسمك ايه؟ حسين. قول لي عشان اديك البونص. قول لي. بقول لك حسين. حسين حسين حسين. ماشي يا عم حسين، صح. شقه عمري ما راحش فاضي. مش احنا ولاد قبل كده خدنا ان احنا عملنا ايكو وادينا لها كل براكت كده من واحد مثلا ل 20 هيجنريت ليست من ال 20، صح كده اولادنا ولا ايه؟ اه تمام. فكرنا يا حسين بس لما نخش اللاب. ها فكرنا بديك بونص لما نخش اللاب عشان انا هنسى، صح كده ولا لا يا اولاد؟ فاحنا ممكن ناخد الكيرل براكت دي يعني من 0 ل 9 دي نعمل كده كيرل براكت من 1 لغايه 9. واسال سؤال يا اولاد، هو ده كومنت؟ لا ده مش كومنت، ده مش كومنت يا اولاد، صح ولا لا؟ حلو. طب ايه دليلك ان هو مش كومنت؟ ان انا لما كتبت ايكو ما اضطرتش اعمل كده، بكتك هنا وبكتك هنا، صح؟ لان انا لو عايز اعرض ايكو ديت مثلا اعرض تاريخ، طب هل الديت ده كومنت؟ اه. طب الايكو فاهم اي حاجه ان هي سترينج؟ طبعا عشان اخد اوتبوت الديت واخلي الايكو تطبعه لازم اعمل هنا باك تيك او الدولار ساين تو برنسيز، صح كده ولا لا؟ هل انا اضطريت اعمل كده في الايكو يا ولاد ولا اديتها كده ايكو كل براكت من 1 لل 10 سوري ايكو؟ فهمتوني؟ طيب لو رنيت السكريبت بتاعي كده يا اولاد هنلاقي ان الدنيا زي الفل. وريني كده السكريبت يا عمنا. من 1 ل 9 هي يا اولاد. طب انا ممكن انط بنطتين يا اولاد، صح؟ لما اقول 1 دوت دوت 9 دوت دوت 2 هيجنريت ليست يا اولاد، لو احنا خدنا الكلام ده كده كوبي وعملنا ايكو ليه هيجنريت ليست 1 وينط ب 2 يبقى 3 5 7 9. لو انا اخدت الكلام ده كده وحطيته هنا يا اولاد، حد كده متضايق؟ وصلت كده اولادنا؟ ها يا اولاد حد لغايه دلوقتي كده متضايق يا اولاد؟ انا تمام هندسه معاك. تمام شويه زي الفل. معلش استحملوني في الاونلاين بس بقعد اسال كتير علشان انا مش عارف في ليه ولا في ايه. نو في الاوفلاين بنمشي قطر. ازوركم بني سويف يعني، كان نفسي ازوركم. مش في بني سويف يا باشمهندس؟ كلكم مش في بني سويف؟ بصينا هم خمسه من بني سويف. خلاص لما نيجي كلنا في القاهره. خلاص انت تقولي احسن بقى. اقرب والله.
لان واحد في IoT منوفية من مرسى مطروح والله، بس كان على طول أوفلاين فاخد سكن بقى زي الفل. ان شاء الله نعمل ITI في مرسى مطروح قريب يعني، نلف المحافظة كلها. لغاية هنا زي الفل كده في الفور إيتش. طيب تعالى بقى نعمل حاجة لطيفة تاني، تعالى برضك أعمل حاجة عشان أغبطك سيكا، والأغبطك ده يفهمنا. لو إحنا عملنا سيكونس 1-10 ده كده يا أولاد كوماند بيجينريت من 1-10 صح؟ ورجعت هنا فأقول لك هو أنا لو عملت كده هيشتغل، يبقى ده كوماند. لا ده كوماند صح كده ولا لا يا أولادنا؟ حد كده مختلف معايا في الكلام ده؟ طيب لو انا عملت بقى فور لوب يا اولاد كاونت ان، فاخدت الكوماند ده كده كوبي ولفيت على الكاونت، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل يا اولاد؟ 1-10 سيكونس 1-10 صح؟ يعتبرها لسته من الكلمات صح كده ولا لا؟ طيب انا عايز اقول له يا عم لا يا عم ما تبقاش بقى دماغك قافله معايا، انا عايز اخد اوتبوت الكوماند ده، اشيل الكوماند ده واحط الاوتبوت بتاعه. قال لك هتعمله بين باكتك صح كده؟ صح كده يا اولاد؟ فتشتغل او تعملوا تحط الدولار ساين فهتشتغل برضك صح؟ او برضك يا اولاد تحط الكلام ده في فاريبل وهتسميه مثلا وليكن ليست نمبر. طب لو انا عملت بقى فور يا اولاد كاونت ان الليست نمبر ايه اللي يحصل؟ الاقي طبع لي ليست نمبر بس صح، لان اعتبرها كلمه، انا عايز احط قيمه الفاريبل صح كده ولا لا؟ شكرا. وصلت كده يا اولاد؟ فهمنا كل الطرق بتاعه الايتريت دي؟ كلام جميل لغايه هنا؟ تمام. طيب تعالى ناخد اكزامبل كمان لطيف. احنا دلوقتي جوه تيست مينا صح؟ لو عملنا ال اس كده اولاد هنلاقي فيه فايل 10 فايل 11 فايل 20 فايل 30. حلو، ممكن نمسح كل ده ونتاتش فايل من 1 لغايه 15 مثلا، ونتاتش مثلا داير. نتاتش داير ايه بقى؟ نميك داير؟ ميك داير هندسة. ماشي هندسة صلحت من ده. ميك داير من 1 ل 15 مثلا. حلو؟ فاحنا كده لو عملنا لسته. لو عملنا لسته فالليسته دي يا اولاد هيبقى فيها، لو عملنا ليست هيبقى فيها مجموعة من الفولدرات ومجموعة من الفايلز، صح كده؟ حد كده عنده أي مشاكل؟ إيه رأيك بقى؟ إن احنا نلف جوه الفولدر ده على فايل فايل ونديله اكسكيوتابل، وفولدر فولدر نشيل منه الاكسكيوتابل، ايه رايكم؟ وهاخد الانبوت بتاعي كارجمنت للفايل. يعني وانا بنادي الكيتشر 3 دي، لو انا بنادي اسم الفايل هديله هنه العنوان ميوزك تيست مينا مثلا. حلو كده؟ كلام كده جميل يا اولادنا؟ حد متضايق؟ طيب فايه رايك بقى ان انا دلوقتي عايز اعمل اف كونديشن صح؟ اتاكد ان عدد الارجمنت
بي ايكوال ايكوال واحد صح؟ هاي اولاد. وممكن اعمل كده اولاد اند اند ان الارجمنت الاولاني دايركتلي موجود اصلا، واعمل زين. اعتقد السنتكس اللي انا كتبته ده فاليد، تعال نجرب ونشوف هي فاليد ولا لا. إلس وهنعمل في اول. لو كان يا اولاد الارجمنت عدد الارجمنت اللي انا واخدها من اليوزر ده كان ارجمنت واحد، وكمان الارجمنت ده موجود دايركتري موجود عندي، دايركتري موجود عندي، فساعتها بقى انا عايز اعمل فول لوب واعمل فاريبل مثلا هنا اسمه ايتم ان ال اس على الدولار 1. بعد كده هعمل الدو دن بتاعتي لو ما فتحت اللوب قفلت اللوب، هعمل ايكو مثلا على الايتم، وهعمل هنا اولاد ايكو ايرور انبوت. طبعا انا هنا مش عارف هو الانبوت ايرور ليه، هل علشان ما فيش دايركتري بنفس الاسم، ولا عشان انا دخلت له اكبر من عدد اكبر من الارجمنتس اللي انا متوقعها، فاهم؟ لو انا عايز بقى افصل له هعمل له افايه والسايه وافايه والسايه. حد كده متضايق من الكلام ده يا اولاد؟ نرن ونجرب. لو احنا رنينا الكلام ده يا اولاد هنلاقي راح عمل لي ال اس كده، وراح عمل لي سلاش هوم سلاش مينا سلاش ميوزك سلاش ديس مينا. ايه ده؟ وايه الكلام ده؟ الغلطه هنا فين يا اولاد؟ ممكن اعمل دولار ساين قبل ال اس، دولار ساين قبل ال اس كده يعني لا ال اس واللي هي الدولار ساين 1 يبقوا الاثنين في قوس واحد. صح كده، الله ينور عليك. مش ده كوماند يا اولاد؟ صح كده يا اولاد، مش ده كوماند؟ انا عايز اخد اوتبوت الكوماند ده وايتريت عليه، صح كده ولا الف عليه؟ صح كده، انا عايز اخد اوتبوت الكوماند ده والف عليه، يا اعمله من باك تك او علامه الدولار ساين ال اس. وصل كده يا اولادنا؟ حد كده متضايق؟ لو لفينا كده يا اولاد هنلاقي فعلا لف على كل الداتا اللي موجوده جوه الفولدرات، صح؟ طيب انا واقف فين دلوقتي؟ هيا يا اولاد واقف في الهوم. حلو، لو عملت chmod user plus x تعالى، عارف انت الافي بتاع تعالى كان اسمه ايه في الراجل بتاع الاكل ده؟ محدش مجمع على الراجل كل. لا في كان في بروجرام كده بيجي اللي هو بيعمل ريفيو للاكل. تعالى يا احمد المزجنج. المزجنج. تعالى تعالى يا احمد. لو احنا عملنا اف كونديشن كده دلوقتي يا اولاد ومسكنا الايتم ده قلنا له انت دايركتري ولا فايل، فانت لو راح عملنا كده يا اولاد اف كونديشن، لو الايتم ده فايل فاحنا هنديله اكسكيوت مثلا. قالوا كده يا اولاد؟ او ممكن نشيل يا عم منه الاكسكيوت، لا نديله اكسكيوت عشان يبان. وايه بعد كده؟ هنعمل فايل سوري علامه الدولار ايتم. حلو، ولو ما كانش فايل كان دايركتري يعني هنشيل مثلا منه الاكسكيوت. حلو كده يا اولاد؟ تفتكروا انا لو وريت البروجرام ده هيشتغل؟ هنلاقي فيه غلط، كانت اكسس مش عارف ايه، كانت اكس مش عارف ايه، كانت اكس مش عارف ايه. تفتكروا المشكله فين؟ هو الايتم ده يا اولاد في اسم الفولدر واسم الفايل، ولا عنوان الفولدر وعنوان الفايل؟ الاسم بس من غير العنوان. صح، الاسم بس من غير عنوان. فهو انا واقف دلوقتي في الهوم، فهو بيروح يدور على فايل 13 ده في الهوم، صح، في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي. طب وانا واخد العنوان من مين؟
يا ولاد باخد العنوان من مين؟ من دولار وان صح كده ولا لا؟ صح؟ مش انا ممكن اجي اروح اعمل دولار وان سلاش صح كده يا ولاد؟ تاني ولا 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 صعب صعب الحته دي انا عارف. لا ولا تاني عملتها امبارح. تاني. طيب تعال نبسط الموضوع، ناخد الكلام ده نرميه في الزباله هنا حلو، وتعال نطبع الايتم، ايه رايكم؟ حلو. الايتم دي يا اولاد اتطبعت عناوين ولا اسامي؟ اسامي. لا اسامي بس. اسامي. طب فهل ينفع انا دلوقتي اعمل ch mod u plus x واروح كاتب هنا اسم الايتم، يعني اشيل الايتم واحط اسم الفايل او اسم الفولدر؟ لا. ليه؟ لان انا مش شرط اكون برنج الفايل ده ولاد في مينا تيست صح ولا لا؟ في ميوزك تيست صح، انا ممكن اكون برنه في الهوم صح كده ولا لا؟ فالمكان اللي انا واقف فيه دلوقتي ما فيهوش داير 1 داير 10 داير 11 وهكذا صح كده ولا لا؟ فانا عايز ان الايتم ده يكون فيه العنوان، او ابقى عارف العنوان. ما العنوان كده كده موجود في دولار 1 اللي هو مدهولي صح كده ولا لا؟ لو انا طبعت بقى يا اولاد دلوقتي الدولار 1 ايتم كده، هيجي لي الايتمز اسامي ولا عناوين كامله؟ لا كمان كامل كده. لما احطها بقى في سي اتش مود يا اولاد، هل لازم برن السكريبت ده وانا واقف في تيست مينا، ولا كده هرنيه من اي حاجه عشان انا شغال بالابسوليوت باس؟ من اي حاجه عشان واقف على الابسوليوت صح كده، لان انا بستخدم العنوان كامله. طب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية بس مش نوت ريكومندد. ايه هي؟ تعالى لو احنا عملنا دلوقتي يا اولاد، دخلنا جوه ميوزك، لا سوري، عملنا ال اس جوه ميوزك جوه تيست مين، لو جيت اديتكم هنا استريك يا اولاد تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ الاستريك هتليست برضك كل حاجه بس هتجيب عناوين صح كده ولا لا؟ طب ليه النوت ريكومندد يا اولاد الاستريك؟ علشان بتخش جوه الفولدر وتجيب الداتا، فنوت ريكومندد الحركه دي. حلو. هو انت لو عملتها هنا هتشتغل عادي، بس يعني مش الطف حاجه. يعني انا كنت ممكن بقى بدل ما اعمل ال اس هنا يا اولاد اروح اعمل كده استريك كده، لما هلف بالايتم الايتم هيبقى فيه العنوان ولا ولا الاسم؟ هيبقى فيه العناوين صح؟ العنوان صح كده يا اولاد. طبعا السكريبت ده هيعمل مشاكل لو انت بتشتغل على فولدرات، انما لو انت بتشتغل على فايلز مش هيعمل مشاكل. فعشان كده نوت ريكومندد، انت كده كده العنوان بتاعك موجود في الدولار 1، فانت لما تيجي تستخدم السي اتش مود قول يا عم دولار 1 سلاش ايتم صح كده ولا لا؟ سوري يا ولاد صح كده. فانت كده بقيت ماسك العناوين. هناخد الكود بتاعنا هو هو اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ونحطه هنا. ساعتها لما انا بتشيك على الداش اف دي يا اولاد، بروح اتشيك على العنوان ده، كاني رحت شلت العنوان ده كده يا اولاد، اخدته كبي حطيته هنا صح كده يا اولادنا. فلو كان العنوان ده فايل هيروح يعمل له سي اتش بلس اكس، ولو كان فولدر هيعمل يو ماينس اكس. تعالى بس قبل ما نرن السكريبت بتاعنا ده، تعالى نعمل ايكو ونشد سطر كده كبير، نعمل هنا ايكو ونشد سطر كبير، ونعمل ال اس داش ال يا اولاد على الدولار 1 حلو كده، ونعمل هنا ممكن نعمل هنا افتر
وهنا بفور يا ولاد عشان نبقى عارفين ان قبل السكريبت لما اتران كان ايه اللي حصل وبعد السكريبت لما اتران ايه اللي حصل. لو جينا رانينا السكريبت بتاعنا بقى يا ولاد كده فنلاقي بفور السكريبت يا ولاد كان كل الدايركتري واخد اكسكيوت صح كده ولا لا؟ واخد اكسكيوت عند اليوزر صح؟ يا ولاد تمام الفايل كلها والفايل كلها مش واخده اكسكيوت عند اليوزر. بعد السكريبت ما رن بتاعنا بقى كل الدايركتريز مش واخده اكسكيوت عند اليوزر وكل الفايلات خدت اكسكيوت عند اليوزر. تعالى بس نشوف هو اللي ضرب هنا ايرورز ان اكسبكتد اي اوف وايل لوكينج علشان في هنا بس ترو دبل كوتيشن اهو. تعالى بقى نرجع الكلام زي ما هو كان هنا نخلي كل الاكسكيوت كل الفايل مش اكسكيوت وكل الدايركتري اكسكيوت. كده كل حاجه رجعت زي زمان يا ولاد صح كده ولا لا؟ تمام رجعت الديفولت وصلت كده اولادنا. وده كان الفايل فيها اكسكيوت رجعت للديفولت ما فيهاش اكسكيوت حد كده اولادنا ومفيش ايرور في الاخر عشان كان بس في هنا تو دبل كوتيشن مع بعض. حد كده يا اولاد عنده اي مشاكل؟ لا تمام مش مهم. طيب تحبوا تاخدوا بريك تلتايه ونرجع نكمل؟ تمام مش مهم. ماشي في اللوكال ريكورد صح؟ يا ريت ماشي.